حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حفل الاستقبال الذي أقامه السيد خليفة جمعة النابودة لمناسبة زفاف نجله جمعة إلى كريمة السيد أحمد سيف بن بخيت الفلاسي. وحضر الحفل الذي يقيم في مركز دبي التجاري العالمي عصر اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرجي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلة ولي عهد أم القيوين ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وسعادة خليفة سعيد سليمان المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة بدبي إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار المسؤولين وأهل وأقارب العروسين.